استقبل ضيفي برجر ستيشن. في فيديو منتشر كبير كان في عربيه عاملاها مجموعه من البنات بتعمل برجر حلو قوي في النزهه، حي النزهه، نزل صادر العربيه. ناخد الفيديو تشوفوا ايه اللي حصل وبعدين اسال واقول وجهه نظر. اسال دي بتاع الاستاذ مفيد فوزي، اتفضل. يلا 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 يلا، احنا بنشتغل اهو وبنعمل حاجه حلال، ما بنعملش حاجه حرام. سيب الحاجه، انتوا جايين وعمالين متبهدلوا فينا وبتشيلوا العربيات. يلا اهو ماشي عادي جدا. نعم سيب الحاجه، حاجه تلا سيب، سيب الحاجه بتاعتنا. انت مخالفه، حضرتك معاك رخصه؟ معاك رخصه؟ جيب لي رخصه. عندكم عارفه انتوا بتدفعوا؟ لا يلا اهو. لما تبقى بلد، لما تبقى البلد ما بتديش اصلا تراخيص بيعملوا كده. طلبنا منك بس كده، سيب الحاجه. اه بس حضرتك ماشي اهو اهو عادي جدا اهو ماشي. اقسم بالله هنزل لكم النهارده الفيديو وهتشوفوا، اعمل اللي انت عايزه عادي جدا خالص عادي. كمل واقعد بقى صور وصور. يلا 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 يلا، اصل البلد مليانه شغل قوي، فعشان كده انتوا جايين تستووا هنا على البنات. يلا بقى يلا استووا علينا. يلا ومال حد يجي جنبنا بس. اه ماشي شيلوا عادي، ما عندناش اي مشكله خالص. لو ايدك جت ناحيه هنا مش هيحصل. طيب ماشي اهو، استنى بقى شيل. يلا احنا قاعدين اهو بقى فوقيها، شيل بقى. تعالي بقى هنا. اه لا لا انا مش همشي اهو، انا مش ماشيه، انا مش ماشيه. لا مش همشي، هات لي شغل وانا امشي، هات لي شغل وانا امشي. لا انا مش همشي، احنا مش ماشيين خلاص، احنا مش ماشيين. هات لنا اللي مبلغ عننا، هات لنا مساعد الوزير اللي انت بتقولوا عليه ده، هاتوه هاتوه. لا احنا مش هنقفل اي حاجه واحنا عارفين. طيب ده الفيديو، الكلام اللي بتقوله البنوته كلام محترم جدا. تعال نقول لكم وجهتين نظر وبعدين نوصل للحل. وجهه نظر بتقول لك ايوه، ما هي بتشتغل بدون ترخيص، بيشتغلوا بدون ترخيص يعني ما تضمنش الاكل، لو حصل لاي حد حاجه هنجيبها منين؟ ما معهاش موافقات صحيه او تفتيش او او او، لان ما لهاش ملف. وده طبيعي، لازم ترخص ولازم يبقى معاها شهاده صحيه ان هم بيتبعوا الاجراءات، علشان اي بلد محترم بتعمل كده. وجهه النظر الثانيه بتقول ايوه، طب ما بترخصوش ليه؟ يعني شباب مش لاقي شغل، بفكره بسيطه جدا، بعربيه واقف في الشارع، كل اللي طالبه بيقول لك رخصني علشان اروح لمفتش الصحه يقدر يفتش عليا، علشان ادفع لك ضرايب، علشان اشغل ناس، وحطني في المكان اللي انت شايفه. الاتنين صح، بس المسؤوليه في التاني مش في الاولاني. في الاولاني انك تطلع رخصه في البلد دي تموت وتقعد سنين ومش هتاخدها، والحقيقه انها ماشيه بالدراع. يعني تعالى افرجكوا على كشك في البلد دي ملهاش اي اصل. دي في شارع الدقي بس في مشيل بخوم، كم كشاك طلعت في كام ساعه وواخده نور عامل فرح في الشوارع، وقلت 20 مره ولا حاجه. لان اللي بيروح موظف صغير لا قلبه بيرق لا جيبه بيحن، ملهاش حل تالت، لانه مخالف مخالف. اه التعليمات بتقول كده، بس القانون بيقول ايه؟ القانون الانساني بيقول ايه؟ عندي ناس كتير ما بتشتغلش. طيب تعالوا روحوا اي بلد في العالم، تمشي في شوارع رئيسيه في باريس في برشلونه في امريكا، طريق بتتعمل عربيات، بتتعمل مكان مرخص في وسط الطريق على رصيف عريض، وبتقفل بميعاد، وهم مسؤولين عن النظافه، وبيدفعوا فلوس وبيدفعوا ضرايب، وبيشتغل فيها اعداد كبيره وشكل جمالي رائع، بدال ما بتعملها ببلاش زي القهاوي والكافيهات. شفتوا الهيصه اللي اتعملت عليها؟ بح. اترخصوا؟ لا. قفلوا؟ لا. طب اعمل ايه؟ يعني انتوا مش عايزين فلوس؟ انتوا مش بلد عايزه فلوس وعايزين توفروا فرص للشباب؟ والرئيس قال قبل كده على عربيات الشباب من برنامجه الانتخابي، وقالوا ان العربيات بتتصنع. طب الشباب يعملوا ايه؟ ما هم عايزين يشتغلوا. بيقول لك انا مش طالب حاجه، اديني رخصه في المكان اللي انت عايزه، جهز لي اماكن واديني رخصه. انا هقلبها جد ليه؟ احنا صوتنا اتنبح.
كله بيجي يقعد جوه الصندوق يقول لك اطلع بره الصندوق، يدخل جوه الصندوق. الصندوق ده عسل، انتوا ما تعرفوش الصندوق ده ايه، ده جراب حاوي. بعد الفاصل